أي صفحة ستار؟ اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف العاشر ألف في مادة الحاسوب. وصلنا عند الفصل الثاني، طرق الاتصال الحديث وأمن الشبكات. تمام، طرق الاتصال الحديث راح نتكلم عنها. أصبح التقدم التقني يتسارع بطريقة لا تمكننا من أخذ قسط من الراحة، فما نسمع بتقنية جديدة ونبدأ باستخدامها، تظهر تقنية أحدث منها، وسنلقي الضوء على بعض طرق الاتصال الحديثة وتقنياتها السلكية واللاسلكية. وزي ما احنا ملاحظين، حتى التعلم صار من خلال طرق الاتصال الحديثة. تمام، راح نتعرف على أمن الشبكات من طرق الاتصال الحديثة. واحد، وهو الاتصال بطريقة خط المشترك الرقمي غير المتزامن. خط المشترك الرقمي غير المتزامن اللي هو الـ ADSL. إذن من طرق الاتصال الحديثة عاشر إيش؟ الاتصال بطريقة خط المشترك الرقمي غير المتزامن الـ ADSL، حيث تعد خدمة الـ ADSL اللي هي Asymmetric Digital Subscriber Line. الاختصار، الكلمة بالإنجليزي مش مطالبين فيها، مطالبين بالاختصار الـ ADSL، وهو الجيل الجديد للاتصال بالإنترنت عن طريق كيبلات. هاي النقطة الأولى، عاشر، عن طريق كيبلات، حيث توفر لمشتركيها الدخول السريع للإنترنت، وأيضا دخول سريع للإنترنت بواسطة الخط الهاتف الثابت الأرضي العادي. إذن يحتاج إلى كيبلات، خط الـ ADSL يحتاج إلى كيبلات، ومن مميزاته الدخول السريع للإنترنت، وبحاجة خط الهاتف الثابت الأرضي كما هو موضح في الشكل. تفرج على الشكل 3-16، شايفين الـ ADSL؟ الـ ADSL متصل بالهاتف وبعطي للموجه للراوتر، لأن الراوتر هو اللي بوزع الإنترنت. الراوتر هو موزع إنترنت، الراوتر من وين بأخذ إنترنت؟ طيب يلا عاشر، الراوتر أو الموجه من وين من الشبكة نفسها، من الـ ADSL. نعم، من الـ ADSL، حيث يمكن إجراء المكالمات الهاتفية في الوقت نفسه. إذا لاحظنا لما نشبك من تليفوننا العادي، تمام، اللابتوب مثلا، أنا شابكه من تليفون الشخصي، من تليفون الشخصي لما أحكي تليفون أو أحكي مكالمة هاتفية، تمام، بنقطع الاتصال الإنترنت. أما من ميزات خط الهاتف المشترك الرقمي اللي هو الـ ADSL، إنه لا يتأثر عند إجراء المكالمة الهاتفية، أو حيث يمكن استخدام الإنترنت وإجراء المكالمة الهاتفية في الوقت نفسه من دون أن يؤثر ذلك على ارتباط الإنترنت. تمام؟ وتعتمد شركات كثيرة مثل الشركات الصغيرة أو المقاهي أو الأفراد على الاتصال بالإنترنت بطريقة الـ ADSL، حيث يتم الاتفاق بين هذه الجهات والشركة المزودة لخدمة الاتصال بالإنترنت اللي هي الـ ISP، مثل شركة الاتصالات الأردنية، وعلى اشتراك شهري أو سنوي. يعني مثل، يعني بحكي لك الـ ADSL يجب أن يكون مشترك مع الشركة المزودة لخدمة الاتصال، لخدمة الاتصال بالإنترنت اللي هي الـ ISP. خدمة الاتصال بالإنترنت اختصارها إيش؟ ISP، خدمة الاتصال بالإنترنت باستخدام خط المشترك الرقمي. ISP مثل شركة الاتصالات الأردنية، زي الاتصالات الأردنية. أوكي، طب اتفرج على الراوتر، الراوتر اللي هو الموجه او موزع الانترنت، باخذ الانترنت من الـ ADSL، والـ ADSL يجب ان يكون متصل بالكهرباء ومتصل بالهاتف الارضي. تمام، يجب ان يكون متصل بالهاتف الارضي، ويتطلب الاتصال من خلال خدمه الـ ADSL نقطتين مهمات، وهي جهاز المودم، المودم ضروري جدا، جهاز مودم، وايضا خط هاتفي مع ميزه الـ ADSL، خط الهاتفي مع ميزة الـ ADSL. إذن يتطلب الاتصال من خلال خدمة الـ ADSL نقطتين، اللي هن يا عبد الحميد مودم وخط أرضي مع ADSL، مودم وخط أرضي مع ميزة الـ ADSL. طب خلينا نتعرف على الهواتف الخلوية. يلا تفضل يا عمر، تفضل يا عمر. يلا أستاذ، الهواتف الخلوية أحد أدوات الاتصال الحديثة التي تعتمد على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة. بس بس بس، إذا الهواتف الخلوية هي إحدى أدوات الاتصال الحديث زي ما إحنا شايفينها أو بنستخدمها هسا، تمام، وتعتمد على الاتصال اللاسلكي. شباب هسا مين بدي أسأل سؤال، مين بحضر الحصة من خلال الهاتف؟ أنا بحضر من خلال التابلت. أوكي، يعتبر هاتف. تمام، اللي بحضر الحصة من خلال الهاتف يعمل رايز هاند أو يرفع إيده. يلا عاشر، زيد ابو سعود، اللي بيحضر الحصه من خلال الهاتف يرفع ايده. عبد الحميد، عبد الحميد، كيف تحضر الحصه من خلال ايش؟
الهاتف ولا لابتوب او كمبيوتر عفوا؟ هاتف. اها، من خلال الهواتف الخلويه. ويقسم نظام شبكه الهاتف الخلوي الى عده مكونات. الهاتف الخلوي يقسم الى عده مكونات. اول نقطه وهي الخلايا، حيث يعتمد النظام الخلوي على توزيع مناطق التغطيه الى مناطق صغيره تسمى خلايا. عشان الهاتف الخلوي يكون مغطى في جميع المناطق، بكون موزعين خلايا صغيره في كل منطقه، تمام؟ خلايا لاسلكيه، لا ترى بالعين المجرده، خلايا لاسلكيه عباره عن موجات صغيره جدا في الهواء. خلايا لاسلكيه، اذا الخلايا هي عباره عن موجات صغيره جدا تكون موزعه في الهواء، وفي كل خليه يوجد محطه ارسال برج بتردد معين، وتكون الخلايا المتقاربه مختلفه التردد. طب سؤال، ليش الخلايا المتقاربه هاي تكون مختلفه التردد عن بعضها البعض؟ عشان ما يصير كولاجين، تصادم، ولتجنب حصول تداخلات في الترددات. لتجنب حصول تداخل، حط عليها مربع، لتجنب حصول تداخل في الترددات يا نوايسه، تمام؟ طيب اوكي، عباره عن خلايا، والخلايا موزعه في كل منطقه، في عده خلايا، والخلايا مربوطه من خلال اللي هو محطات ارسال او البرج. طب خلينا نتعرف على النقطه الثانيه وهي محطه التحويل. محطه التحويل هي MCS، وهي الموبايل سويتشنج سنتر، وهي التي تنظم عمليه الاتصال بين الخلايا المختلفه. اذا محطه التحويل هي مجمع للخلايا. محطه التحويل هي المجمع للخلايا، حيث ماذا على ماذا تعمل محطه التحويل؟ تعمل على تنظم عمليه الاتصال بين الخلايا المختلفه، وعما بقاء الانتقال من الخليه الاخرى. ممتاز ابو سعود، اذا تعمل على بقاء الاتصال مستمر عند الانتقال من مجموعه خلايا الى اخرى، او عند الانتقال من خليه الى اخرى. عند الانتقال من خليه الى اخرى تعمل على بقاء الاتصال مستمر، مش انه والله تخلص من خليه يفقد الارسال بعدين لما اوصل على خليه ثانيه يحاول يشبك. لا، الخلايا هاي متصله مع بعضها البعض من خلال محطات التحويل عشان يظل الارسال مستمر، تمام؟ وكذلك ترتبط الهواتف الخلويه الموجوده في الخلايا مع شبكه الهواتف العموميه. يعني في محطات صغيره، محطات تحويل بتربط الخلايا الصغيره مع الخلايا الكبيره عشان تغطي المساحات كبيره، تمام؟ زي شبكه الاتصالات الاردنيه. شبكه الاتصالات الاردنيه مثلا انت في عمان او في الاردن في اي مكان، شبكه الاتصالات الاردنيه بتغطي لك الخط الهاتف سواء كان زين او امني او اورنج، بتغطي لك اياها المساحه، تمام؟ اما اذا طلعت عن الحدود مثلا الحدود الاردنيه بنقطع الاتصال لهذه الشبكه، تمام؟ لانه مربوطه من خلال محطات تحويل، رابطه الخلايا الصغيره مع بعضها البعض، ومن ثم الخلايا الكبيره بتربطها مع بعضها البعض عشان يكون الارسال مستمر في اثناء هذه المنطقه، التحرك في هذه المنطقه. وخلينا نتعرف على النقطه الثالثه وهي الابراج، البرج اللي هو البيس ستيشن بي اس، ويعمل على توفير الاتصال بين الهواتف الخلويه ومحطات التحويل. يعني انا الهاتف الخلوي تبعي والهاتف الخلوي تبعك كيف متصلات مع بعض البعض؟ من خلال الابراج، الابراج اللي بيعمل على ربط الهواتف الخلويه مع بعضها البعض، تمام؟ يعني مثلا اذا في عندنا خلايا، مجموعه خلايا صغيره مع بعض، مجموعه خلايا صغيره مرتبطه مجموعه الخلايا مع بعضها البعض من خلال محطات التحويل، ومحطات التحويل بتعمل على ربط الخلايا الصغيره مع الخلايا الكبيره، الخلايا الكبيره عشان تغطي مساحات واسعه، تمام؟ وايضا الابراج تقوم على ربط الهواتف الخلويه مع بعضها البعض، تمام؟ تقوم على ربط الهواتف الخلويه مع بعضها البعض ومحطات التحويل. اذا الابراج شو بتعمل؟ بتربط محطات التحويل وبتربط الهواتف الخلويه من خلال برج موجود في كل خليه. تفرج على الشكل 3 ل 17 شباب. شباب عاشر، تفرج على الشكل 3 ل 17 اذا سمحتم. نظام شبكه الهاتف الخلوي، شايفين خلايا اللي هن المربعات هاي او السداسيات، هاي خلايا، وشايفين محطات التحويل الابراج عفوا، الابراج شايفينهن مربوطات كلهن في محطات التحويل، ومحطه التحويل بتربط بين هذا القسم اللي فوق مع شبكه الهاتف العمومي، تمام؟ اذا محطه التحويل بتربط الخلايا والابراج وشبكه الهواتف العموميه مع بعضها البعض، تربط خلايا وابراج شبكه هواتف عموميه مع بعضها البعض من خلال محطه التحويل، تمام؟ طيب خلينا نتطرق الى موضوع اخر يا بشير، وهو موضوع ظهور الهواتف الخلويه. انا بدي احكي لكم الهواتف الخلويه في لها اجيال، في لها تطورات، يعني قسمت الى اربع اجيال، الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، وكل جيل يختلف عن الاخر بايجابياته وسلبياته، تمام؟ وكان بالعاده انه كل جيل يكون اسوا من الجيل الذي ياتي بعده. يعني بيجي جيل
بعض ايجابيات او مميزات اكثر من الجيل اللي قبله. تمام تمام استاذ. اذا الاجيال الهواتف يعني مثلا على مستوى شبكه الانترنت، نحكي على مستوى شبكه الانترنت، شبكه الانترنت زمان كانت تعطيك اتش و اتش بلس و اي. تمام اتش و اتش بلس و اي. الاتش اللي هو شبكه اللي هي الهاي يعني متصل كويس بالانترنت، اتش بلس متصل افضل، والاي اتصال ضعيف. الاي اتصال ضعيف. تمام الاي الاتصال ضعيف. اذا هاي مثلا الاي والاتش والاتش بلس. بعدين صاروا يتطوروا، صار يحكوا عن طلعوا لنا مثلا 2G اللي هو شبكه انترنت، صار يعطينا 2G على الهاتف الخلوي اللي هو صارت احدث. بعدين صارت 3G، بعدين صارت 3G بلس، بعدين صار 4G اللي احنا شغالين عليه، 4G تبع النت. تمام اللي هو سرعته اعلى. وايضا ظهور الهاتف الخلوي قسم الى اربع اجيال، جنريشن 1 جنريشن 2 جنريشن 3 جنريشن 4، وراح نتعرف على الفرقيه بين كل جيل. الجيل الاول جنريشن 1 قصر بنات شباب عفوا. الجيل الاول وهو الخدمه التي يقدمها هذا الهاتف هي اجراء المكالمات اللاسلكيه فقط. اجراء مكالمات لاسلكيه فقط اللي هو بس هواتف بس اتصالات، ويمتاز بانه حجمه كبير. حتى شوف الميزه قال انه حجمه كبير، هو هاي مش ميزه. وايضا هي تعتبر سلبيه انه يحتاج الى الشحن الدائم، وطبق في اوروبا وامريكا ولم يطبق في العالم العربي. اما الجيل الثاني اللي هو الجنريشن 2 يمتاز بصغر حجمه، شوف كيف هيصغروا حجمه، وقد اضاف الى خدمات اخرى زي الرسائل القصيره، هي في اضافه رسائل قصيره. طب الجيل الثالث جنريشن 3 وهي امكانيه النت عن طريق الهاتف الخلوي. بالضبط صار يفوت على النت. تمام. ومن التطبيقات اللي اضافها مكالمات فيديو، مشاهده تلفاز مباشر لايف، وخدمه تحديد المواقع. بس خدمه تحديد المواقع كانت في الاردن عندنا مش موجوده في اثناء ظهور الجيل الثالث. اما الجيل الرابع وهو يمتاز بانه اكثر تطورا من الجيل الثالث، لانه وصل سرعه عاليه من نقل المعلومات وقدره على تحويل الهاتف الجوال لجهاز استقبال بالضبط مشاهده القنوات، يعني صار يستخدمون للمشاهد يعني. نعم اول شيء وصل سرعات عاليه في نقل المعلومات، وايضا صار جهاز الهاتف تحويله الى جهاز استقبال اتش دي ريسيفر. استاذ الجيل الثالث باي سنه هذا كان؟ الجيل الثالث باي سنه؟ في عام 2003 2004. الجيل الرابع كان الزمان الان. وفي بعض الدول بعض الدول الاوروبيه ودول الخليج مثل زي السعوديه وصلها ال 5G اللي هو سرعه النت 5G السرعه العاليه. احنا وصلنا الفايبر. تمام. اذا يختلف اذا قسمت الهواتف الخلويه لاربع اجيال، ويختلف كل جيل عن الاخر، ومطلوب حفظ كل جيل ومميزاته وسلبياته عن الجيل الاخر. في سؤال لحد هون يا عاشر؟ في سؤال؟ لا في سؤال شباب؟ لا يا استاذ ما في سؤال. لا استاذ ما في سؤال. طيب يعطيكم العافيه، هيك يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه. الحصه القادمه بنكمل. وبس بدي احكي لكم معلومه، انا حددت لكم امتحان الشهر الاول الحاسوب، صح؟ وبعث لكم اياه على الواتساب. ماشي استاذ. 8 الى صفحه 36 يوم الاثنين 12/4/2021 الساعه 3 عصرا. ويعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه.